استقبل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران اليوم بالرباط وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الحبيب الأمين الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المغرب. الوزير الليبي عبر عن امتنانه للمبادرات المغربية المساندة لتطلعات الشعب الليبي. كان اللقاء وديا حميميا، كان فيه حضور طيب للمشاعر الطيبة والنيات الجميلة للشعبين البلدين، كان فيه حرص شديد على الرغبة في التعاون وفي استشراف المستقبل الجديد لليبيا الجديدة مع المملكة المغربية. عبر بوضوح شديد وصراحة وكرم وسخاء كبير عن أمانيه الطيبة لليبيا الجديدة وعن رغبته في دعم أي شيء تطلبه ليبيا والتعاون مع حكومتها وشعبها، وأن المغرب على استعداد بالكامل للتعاون مع ليبيا. وتندرج زيارة وزير الثقافة الليبي إلى المغرب في إطار مشاركة بلده كضيف شرف ضمن فعاليات الدورة الحالية للمعرض الدولي للكتاب والنشر المقامة بالدار البيضاء. تعلمون أن دولة ليبيا هي ضيف شرف للمعرض الدولي للكتاب والنشر، وجعلنا من هذه اللحظة أن تكون انطلاقة جديدة للعلاقات الثقافية في إرساء قواعد تبادل الخبرة والتجارب في ميدان الثقافي. والإخوة في دولة ليبيا ومعالي وزير الثقافة الليبي عبر عن اهتمامه الكبير بالتجربة المغربية في تدمير التراث وفي تدبير المؤسسة الثقافية. الجانبان أكدا أيضا خلال هذا اللقاء حرصهما على الدفع بالعلاقات الثنائية في المجال الثقافي من خلال تعزيز برامج التبادل وتكثيف المشاركة في التظاهرات الثقافية بين البلدين.